المريه وصلت هقوى هقوى القادمه متسلله هقوى من مركز الى مركز، والقدوم مع صويح بن الخلان الشمري مع جذايب، ولكن العوده الى مقدمه الشوط بن برقان سيوف وهقوى والقادمه التماس جذايب جذايب هقوى طارت هقوى طارت طار بن جبران طار بنوماسي اول الاشواط مع هقوى ما خابت الهقوى في هقوى بطلة لأول الأشواط تفتتح أول أشواطنا في هذا الختامي الكبير. هقوى مع أول الأشواط بشعار جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري، هنا شعار شعار بن جبران حضر بكل قوة. هنا محمد بن عبد اللطيف الحمادي مع ظبيان، ولكن متوكل متوكل يا بن عفيشة مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول. ينطلقون أبناء الحد الجنوبي ينطلقون أبناء نجران، ولكن الحمادي خطير أبناء الإمارات، ولكن متوكل الصدارة مع بن عفيشة والحضور في هذه اللحظات مع هدلان هدلان حماد. هنا حماد بن عبد الله بن خلف الشمري ينطلق مع المركز الأول بانطلاقة هدلان بتحديات هدلان. جابر بن عبد الله بن خلف الشمري أبناء حايل مع الشوط الرئيسي، أبناء حايل أبناء المحنة مع النوماس مع الانتصار مع شعار حماد الشمري مع الفوز ومع مطلق بن سلمان بن عودة العطوية. وصل العطوية وتقدم ابو فواز مع انطلاقة سهاج سعيد ابو فواز العتابي، والقدوم من شعراتي بن سالم بن محمد ال فهد المري مع اهتمام اهتمام، ولكن بروق 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 شعر حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله القرح القرح كيان كيان بروق بروق اخر الامتار. النوماس يحتار من يختار يا صراع الحقايق، والقرح منتزعا وخاطفا نوماس الشوط مع بروق كيان حضرت على المركز الثاني. مطلق بن سلمان الاعطوا المركز دفاعات الهواوية، لا زال الهواوية مع مقدمة الشوط مسيطر السيطرة التامة بن عايض، ولكن القادم كفو 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 غير مبارك بن محمد بن هذه الجربوع المرية مع كفو واندفاعات كفو الممتازة. كفو لا زال مسيطر سيطر على مقدمة الشوط سيطر مع بداية الشوط من دون أوامر ولا تعليمات. ما شاء الله على هذا أداء أداء مية على مية مية على مية يا الجربوعي. مبارك 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 بن محمد بن هذه الجربوع المري، ما شاء الله تبارك الرحمن. كفو بطلا لهذا الشوط، تهانينا والنماز لا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المركز. شواهين شواهين مع المركز الاول المغيري عبد الرحمن بن سلمان بن صالح المغيري، يقدم لنا كرم 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 القادمة بكل قوة الحاضرة في هذه اللحظات. المغيري البطين البطين القادم علي بن عبد الله بن علي آل فهد المري، يقدم لنا شواهين مغردة بالنماس بالنماس الغالي بالانتصار بالفوز الثمين. إذا تهانينا تهانينا والف مبروك من غادر بالشوط الخامس شواهين علي بن عبد الله بن علي آل فهيدة المري.
وصل هنا الباز وجابر بن علي الجربوعي المري والامتار المجنون، ولكن متعب متعب والامتار الاخير يوه يا الهاجري وين السلام، ولكن هنا يحاول الباز في الامتار الاخيره متعب والباز واللحظات الاخيره، وايضا هنا وصل عشاق ولكن متعب والباز والامتار الاخيره، وصلكم السريع يوه يا الامتار المجنونه يا بب بب، ولكن الباز مع السلام الباز مع الانتصار جابر بن علي بن سعد الجربوعي المري، ولكن السريع والامتار الاخيره السريع السريع، ولكن السريع 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 من فاجانا في اللحظات الاخيره وقدم لنا شعاره هنا عشاق وسعد محمد بن صافيه المري من مع شواهين شعار بن مهيره ينطلق مع المركز الثالث عبد المجيد بن جزاب بن مصلح الجهني مع ترف وبن جبران هو القادم، شعار السويدي هو الواصل علي بن خليفه بن خليفه السويدي والامتار الاخيره، العوده واياكم الى شواهين 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 والامتار الاخيره، شواهين واللحظات القويه شواهين والامتار الحاسمه، الصعري الصعري يقدم لنا هذه الانطلاقات، ياتي بهذه البطله ويتحكم بامور ومجريات هذا الشوط، تهانينا والف مبروك لمالك شواهين محمد بن سعود الفهده المري المركز بن علي بن ثلاب الهاجري مع شديد 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 مري القادم، الله يا هذا الهجوم وصل في هذه اللحظات، وصل سليمان بن عوض العطوي مع برهان والقدوم في هذه اللحظات، الواصل هنا هادي بن حمد آل من الجمع والم بن عايض آخر الأمتار آخر الأمتار، الله 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 بن عايض ولا المنجم بن عايض محمد بن علي الفهد المري مع شاهين شاهين بطلا لهذا الشوط منتزعا لنوماسي هذا الشوط، تهانينا والف مبروك بن عايض على هذا الفوز والانتصار مع شاهين. شعار بن جبران مع المركز الثاني، انطلق بن جبران وتحرك مع انطلاقة هضبة وايضا مهارة والبطين والاربعمية متر الاخيرة، وين الفوز وين وين الانتصار، هنا بن جبران والبطين ما بين هضبة وما بين مهارة، مهارة البطين وهضبة بن جبران وايضا الحاضرة والمنطلقة هنا بشعار فهيد بن محمد بن فهيد مع اخر الامتار، ينطلق بن فهيد يقدم لنا نوايب ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه العروض المميزة مع آخر الأمتار مع آخر الأمتار، ينطلق متابعينا الأعزاء فهيد بن محمد الفهيدة المري مع نوايب، مشكور يا الفهيدة مشكور على هذا الإبداع والتميز. المركز الثاني بنك الفوت على المركز الثاني والمركز الثالث، مرحبا بالقدوم نجم مسفر محمد بن مسفر الفطيح اليومي، وصل الدباشي وصل الدباشي والشراب قادم مع مخلص حمد بن محمد بن علي الشراب، ولكن عودة الى ابناء نجران الى ابناء نجران مع براق ونجم نجم وبراق، ولكن الدباشي ولكن الدباشي مسفر بن محمد بن مسفر الفطيح اليومي، ينطلق شعار بن محمد ينطلق الى نحو النوماس الى نحو الانتصار الى ابناء حد الجنوب، مشكور يا علي مشكور مشكور باسم الجمهور.
الحاضرين في الامتار الأخيرة. وصل هنا شعار البريدي يقدم لنا شعار حمد بن جار الله البريدي. وأيضا هناك الوصول والقدوم من الزاوية الأخرى سحابة راشد بن علي بن ثلاب الهاجري. يوه يا الامتار الأخيرة يا الامتار المجنونة الجزيرة الجزيرة. وأيضا هنا سحابة سحابة والجزيرة والامتار الأخيرة الميتين متر الأخيرة ما تفصلنا عن النوماس الغالي الجزيرة وسحابة. الله 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 وين السلام وين الانتصار سحابة والجزيرة والامتار الأخيرة الامتار المجنونة. ولكن الجزيرة الجزيرة مع السلام الجزيرة مع النوماس الغالي. تهانينا والناموس لمالك الجزيرة هنا عبد الله بن علي المري. والمستوى الثاني كان هنا الحضور. ابناء دولة قطر الشقيقة يتقدمون في هذه اللحظات. من القادم من الجانب الأيمن الواصل في هذه اللحظات؟ طالب بن خالد بن طالب بن شريم المري يقدم لنا عجيب عجيب وشعاري بن شريم يتقدم في هذه اللحظات. البريدي والقادم ركان محمد بن علي السندوانه المري يقدم لنا كفو القادم في آخر الأمتار. ولكن طالب بن خالد بن شريم بن شريم بن شريم يغرد مع عجيب مع شعار خالد بن طالب بن شريم المري. نعم المركز الثاني. جابر بن سالم بن جابر بن جبران على المركز الثاني والمركز الثالث. هنالك انطلاقة مهمة عبد العزيز بن مبارك بن فهد بوربعة وبن جبران والغيثاني. والأمتار الأخيرة الأمتار النهائية الأمتار القوية يا البطل الأمتار الحاسمة يا البطل. هذا هو شعار جابر بن سالم بن جابر بن جبران الذي تألق وقدم لنا شعاره وحضر بهذا الأداء المتميز والجميل. تهانينا تهانينا والف مبروك لمالك هذه البطلة شواهين من قدمت الأداء الرائع جابر بن سالم بن جابر بن جبران. المركز الثاني كان الحضور. أبو ربعة وحربة تحقق الانتصار وحربة مبروك لفهد ومبروك لحربة. ولا زالت في مقدمة الشوط لا زالت في مقدمة الشوط والآن تتحرك تتحرك من جواهر جواهر تتحرك. لكن حربة قفلت على الشوط حربة قفلت على الشوط. وهو هو 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 الشبلة 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 خالفت التوقعات. علي بن عبد الله مع الشبلة علي بن عبد الله والشبلة علي بن عبد الله المري مع الشبلة خالف كل التوقعات وانتزع النوماس. أهلا بهذا النوماس أهلا. أنا شهد أن منطر بغنى وغنيت أنا اليوم ضرباني رجل الوطن ما دخر غنى منا منا أن العمر فاني يوم كتابنا ولحنا فالدار عاد بطل الحاني من دونها ما تحصنا في حكمة الإنسان يحصاني.